فينيكس مش خدامة. خمسين. بسم الله. دابا المدة ديال الزواج تقريبا قلتي ليا طالعين في شي 6 سنين هكا. اذا اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم مباشره من مدينه خربقه، وحنا كنتواجدوا بالضبط في حي السلام. نتمنى كونيكسيون تبقى شويه معنا مزيانه، نوصلوا المعاناه ديال هاد الزوجين خوتي اللي مهددين بالتشرد، الى ما نقولوش تقريبا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني في واحد الحاله يرتى لها. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، هاد الزوجين هادو الزوج تيقول بان عنده ضربه الله يرحمه، عنده خواتاته من ذوي الاحتياجات الخاصه، عنده الام ديالو كذلك مريضه، ولكن تحرم من ضربه الله يرحمه، بقاو فيها غير خواتاته والام ديالو ليه خالته، رغم ان تيقول ما عندهاش الحق في هذيك الضربه اش تجري عليا. تيقول انها كتستغل خواتاته وجرات عليه هو، خرج ضارب مع الزمان ومع الوقت وقال شوفوا للاسف للاسف يعني كونيكسيون شويه ما مساعدناش، انا تحركت شويه عاود لهاد البلاصه قالوا لي اجي لحدا السرجم، ولكن بغينا نوصلوا الصوت ديالهم، نتمنى انها تبقى معنا مزيان. اذا هو يوضح لنا اشنو واقع، الظروف ديالو اللي تيعيش هو والزوجه ديالو، شنو الطلب ديالو، لان هنا من هذا المباشر خوتي كنشدو جمعيات المجتمع المدني باش دير يد في يد ويشوفوا هاد السيد الا عنده شي حق ياخذه بلا ما نشوفوه في الشارع. مع اليوم شوف تفضل احكي لينا شنو وقع، قرب شويه الميكرو عندك وقول لينا شنو وقع. انا واقعي ضروري بعت المحل وشرى لي قال ما الدار وقهر لي دابا كريا تقهرتي بكري وتقهرت على بدا. غادي نضطر نخرج لقدام الباب ونشوف، شوفي هنا الا كاين الضو نبقى انا قدام الباب، ما عليا الا انني نحاول نوصل الصوت ديالكم. شوفي هنا اختي شعلي الضو، الا شدات غير هنا انا نبقى قدام الباب و... يعني كونيكسيون ضعيفه بزاف حسن. كاين هنا الضو، كاين الضو شعليها اختي، انتي لا لا انتي اللي ما بغيتيش تباني دخلي للبيت، دخلي عافاك البيت. لا لا صافي كاين صافي خليك تما، خذ دابا شرح، انا وقفت في هذه البلاصه واخا شتا. تفضل. ارتي اختي بالكريا، قرب الميكرو عندك. ارتي اختي بالكريا، حال اختي دي حاله ضعيفه. شنو كنتي كتخدم؟ انا نهار اقول كنخدم، نهار نقول لك نخدم في البركاسة، في سقارتها لا في البر الخمس، وطلعت في كل شيء، دابا مشيت للجوطية، واحد كاين حصل، واحد كيعطيني، واحد ما كيعطينيش، واحد قال لي ساهل، ولما اختي أنا طلعت بعد شي خدمة نخدم فيها، عمل بلادي ونخدم في الشطابة. واخا وداركم انت شنو؟ ودارنا اختي دارنا نهار شي تعدي الوالدة. هدرت مع الوالدة، قالت لها اختي خلي الكرا وعطاني هادي، قالت لي اختي بطال اختي اللي بغيتي لخالتك التيجان، بينما اما تسوقطهم كنضرب ما تنضربهمش هما تسوقطهمش، ولا كنسوقطهم ولا كنضربهم ولا لا تجيب لا تجيبك بخير. يعني انت ما كضربش خوتك؟ انا ما كنضرب لخواتاتي تيلي هو. علاش جرات عليك خالتك؟ هي دابا لا جرات عليا دابا، بعدي انا كنزعبا نصابهم. علاش كتقولي تخلصوا معايا الدق وتخلصوا معايا الماء تطلع فيهم تخلصوا من الماء والدو؟ يعني علاش كتقول لخواتاتك؟ اه بعدين نخلص عليهم الماء ونخلص عليهم من الدو. ولكن خواتاتك اش كيديروا هما؟ خواتاتي سيدي الناس محسنين وكيتهلاو فيهم وكيطعموا واحد طعم 4000 وواحد طعم 6000 وواحد طعم 5000 كتجي ليا كديها لي. شكون اللي كيتديها لهم؟ كديها لي بخالتي رحمه، كتجي عندها من السبت كديها لي. فين كاينه هي؟ كاينه في كازا. كتجي السبت للسبت تدي كتجي من السبت للسبت كتبقى العشيه كتجي دير برزقهم. وهما واش يخرجوا حتى يطلبوا ولا شنو؟ كيخرجوا هما كيطلبوا، كاع الناس كيتعاونوا معاهم، كاع الناس كيعطيو، كاع الناس كيعرفوا.
وهما تيجيبوا دوك الفلوس. كيجيبوا داكشي كيفلود ما كياكلو ما كيشربو من والو كياكل ديالهم ومعاهم يعني وحده كتستغلهم. كتعلمو وتعلم معايا الخدامه اللي خدامه معاهم كتقول بها كدي بالسبيطار وانا كتهلا فيهم ولا كدي بالحمام لما كدي من الحمامه بسيمانه سيمانه وكرا اللي علتهم يعني انت دابا جرات عليك باش باش جات عليا الام من الدار باش من ماشي انا باش من نقول لكن فيهم هذيك دار باك نتايا خدار الوالد ديالي يعني خالتك ما عندهاش شي حق تما. خما عدا حق دات لي انا دات مرت من ماتي ما مزيانش مرتي كتلاقو طوم وكضربهم وكتهجم وكتقع لي بالريالات اللي عندهم وتقلب جيوبهم وتقلب كل شيء يعني اعتبرتكم بحال بعد دابا هي هذا حمال الوالده مرت الوالده كترعى دابا انت قلتي بان خواتك تيعاونوهم المحسنين نصيبين وبان خالتك تجي كتاخد دوك الفلوس كتاخد داك الشيء دابا الفلوس زعما اعتبرتكم انتوما كتاخدوا لهم طبعا فلوسهم. حنا كندوي لها الكيل ديال الفلوس حنا دار حنا دار لي حنا كندوي ليها فين كاينه هاد الدار؟ كاين اختي الدار هي اللي في حي سالم حي بليس. سالم بليس واخا نسمعوا للزوجه ديالك احكي لينا اختي شنو الو السلام عليكم. انا هنطلب منهم تعاونوا معايا، انا ما عنديش حق مع الاخرين وهما ما عندهمش حق مع الاخرين، ما عندوش الفلوس وهما يعطي يطالب معاشو، واحد ينعصرو واحد يعيرو واحد يدفن عليه، ما عندوش الحق يروني الله يرحم لكم الوالدين. تعاونوا معايا، انا ما عنديش انا غير مرانيه ما عنديش فلوس. انا راه مشكلة دابا ثانيه من 18 وهو ما خدامش، هو ما خدامش ولقاني عيانه وانا ما عنديش ما لقيتش الخدمه وانا كنور واحد ما بغينا حنا يعني ما ترجعوا بعد لدار باه الله يرحمه. ونعرف ما هو نعرف ما انا ما هنا انا اربعه ومخرج انا خانتهم من الدار، انا مش نعرف الحق ديال الدار ديالو واش ديال الماء ولا ديال هنا. نعم دابا هي هذيك الدار ديال باه هو ديال الماء، انا يعني مش نعرف ما عندهاش هي الحق تخرج، ما انا مش نعرف الدار واش ديال هنا ولا ديال الماء، انا كان ديال الماء يحنيها ما كانش ديال الماء يتقاعد القانون ديالو. نعم يعني هنا بغيتو تعرفوا بعد الحقيقه، ما مش نعرف انا الدار خلم من هنا واش ديال الماء ولا ديال هنا، انا كان ديال هنا نعرف انا نعرف انا ديال هنا كان ديال الماء يتقاعد القانون ديالو. الحين كنطلب منكم وتعاونوا معايا انا وتعاونوا معايا انا نجيكم القيم، تعاونوا معايا راني ما عندي نحني رايحين يلا لنا وانتوما. يعني انت معاونه مع الزوج ديالك قابله عليه؟ انا قابله يعني انا قابله يعني انت مرتين اثنين دوزني ثاني اثنين سميطار انا عاد 15 يوم في السميطار ومتي بحال ديال المرخصه والمرخصه كتمرنو مريض هو وهم مريض عندو مرض في السنان عندو تعب في الرنيه وانا دابا دوك وقتي مرنعا نحن معين سيمانه ولا من سيمانه تيمرا. ودابا انتي ملي كنتي ساكنه تمايا في الدار كنتي مقابله خواتاتو؟ انا كنت مقابله امو كنت مانيا في مراي هيره انا غادي نقولو لي انا هيره انا غادي توكليهم تشربو انا كان ممكن كان حرم ما عمرني صورتهم ما عمرني عيطهم ما عمرني نهضرهم شحال وني كانت تنطيه موت يعني خواتك. ها شحال بيهم البنات شحال بيهم؟ انا كنا ما كاينين ثلاثه وهم مرامه وكلهم مرات وكلهم مرات ومحمد مسؤولية ديالهم، محمد مسؤولية ديالهم، نهار نموت محمد مسؤولية ديالهم، باش نتهلا فيهم، تنهار نموت ولا يموتوا يعني هما. يعني كتقولي خصكم تبقاو تمايا اللي قسم الله تاكلوا مجموعين اللي يوزع عليكم الكل. اه هي ملي كتجي كتهرب منا، عا كتجي عندنا كتهرب منا، كتهرب منا كتقلم علينا تحرش علينا البنات. علاش؟ في نظرك علاش؟ ما علاش كدير زعما هكا؟ علاش؟ علاش حتي انا ما محادنيش انا نكون معاهم في الدار. هي عرفت عليا ما بغاتنيش نكون معاهم، هما قالت لي خير طلقها ورجع لداركم ونهم لك من مراه. واخا انت شنو درتي لهاد خالتو هادي؟ خالتو عارفه هي وخالت بشي لا زعما شنو درتي ليها حتى ما حكيتش؟ ما درت لها حتى حاجه، انا قلت عليا هي هي وانا صوتوني في البيت، صوتوهم انا ونهرب وخلوهم هوني يعني نحن عليا البيت، خلطوا عليا الماعن، هربت عليا الماعن كلهم، مشيت نعيتها وخلفوني على البوليس ما لقاوهاش. عنصر هنا المرة الثانية ما لقاوش، خاصونا الورقة السينعة سيدي حجاج، من سيدي حجاج كان دار بينا. يعني دابا هو مسكين إلا ما قلبش في البركاسة ما يعناه ما يقدرش ما يجيبش لينا ما ناكلو ما نطيرو ما ن... والبركاسة ما بقاش يعني الحوية ديال الأزمة حاولت أنا حاولت حنيتهم البركاسة ما يخنف يعني في بلاصة ما خلوش يخنف.
طلبت نعناع الرخصة يعني بغيتي يخدم قرن محين لوني يعني في البطاقة يعوني احنا بمية ما محين لوني. شنو الطلب ديالك؟ شنو الطلب يعني تعاونوا معايا وانا الحين كنطلب منك. انا هو طالب يتعاونوا معايا المحامين انا الحنا ومعنا كل الحين كنطلب انايا وتعاونوا معاه ما حين حنا نبنوا شنو سميتو؟ محمد. سي محمد عطيه الميكرو. سي محمد انت دابا مثلا الا بغى شي واحد يوفر لك شي خدمه باش ما تبقاش تمشي تقلب في البركاسه لانه ولا عندك مرض الضيقه انا طلبت شنو بغيتي تخدم؟ انا طلبتكم نهار الرقود دبروا لي على البلد كاع ولا ما ينعش انا قاعد نخدم قاعد بتمارة بعد كنت دبر لي شي خدمة في بين من عاش ولا في البلدية يعني تضرب تمارة انت ضرب تمارة لا كنت تمارة نضربها شي شي بدك شي البلدية ولا شي شطاب ولا شي من عاش خدم فيها انا طالب هذا يديم انا طالب اختي دابا ما عندك لا باش تخلص كرا ولا ما عندي ما نتخلص كرا والو لا راه مشيت لا لا مشيت لا لا عند الحميد العرشي نعم يصاوب لي البطاقه ديالي بغيتي تخدم يعني كارديال ما نخدم كارديال قال لي جاي حامد عرفتي قال لك انا شاري لك ب 1000 دول انا شاري لنا حولك عطيتو 400 قال لي لا انا شاريك ب 1000 عطيتو لك غير باش نصب لك بطاقه لا ما انا كنطلب منهم تعاونوا معايا الله يرحمهم ويوالدهم تعاونوا معاهم تعاونوا معايا انا كنطلب منهم تعاونوا معايا عيش تعاونوا معايا اي في الخنا وفي مصروف وفي الدوان ديالو ونحيدوني شي خدمة يخدم فيها ونرمو يعنينا عشيني كنطلب منكم الله يرحم ليكم الوالدين عشيني كنطلب منكم نيجي لكم بخير اذا والله يا خوتي لاحظوا معنا انني خرجت للشتا غير باش نحاول نوصل الصوت ديالهم كونيكسيون ما كايناش في الدار فوالله يا خوتي هاد جوج الا كيستحقوا المساعده ما تبخلوش ما تبخلوش مشاهدينا كيتواجدوا في فين ساكنين دابا ساكنين في حي السلام اون فاس مع مع الحمام نسيت سميت هذا الحمام معروف هنايا في حي السلام يعني هنا مشاهدي قناه شوف تي في اللي بغى يتواصل معاهم فين ديك ديك الورقه اللي فيها نمره التليفون جيبيها ليا اي خليك انت محمد خليك اذا مشاهدي قناه شوف تي في وكذلك نداء لجمعيه المجتمع المدني واخا جمعيه غير رجعي اختي جمعيه المجتمع المدني انهم يتدخلوا يعاونوهم يوقفوا يردوا لهم حقهم لان هو تيقول كاين الدار ديال الوالد ديالي الله يرحمه خرجتني منها خالتي بغيت نعرف واش هذيك الدار ديال خالتي الله يعاونها والله يمتعها اختارت تسكن فيها غير خوتي والوالده اللي مرض ولكن الا كانت ديال الوالد فمن حقي ندخل هو ما قادرش يواجه واحد الانسان اللي ما باغي مشاكل كذلك يعني داخل سوق راسو ما باغيش يتواجه معاها ولكن تيقول الا كاين حقي في هذيك الدار ندخل ليه رقم الهاتف ديالهم مشاهدي قناه شو تي في اللي بغى يتعاون معاهم اللي بغى يوفر لي خدمه اللي بغى يتعاون معاهم حاليا في الكرا 06 79 81 42 36 اعيد 06 79 81 42 36 فعلا الاخ عصام قال لك اقسم بالله العلي العظيم راه كيستاهل المساعده أنفاس يعني فعلا ساكنين أنفاس مع حمام الفضل ياسمينة جوج حدا حي السلام شكرا لك عصام لان فعلا كتوقف معاه باللي قسم الله قال لي الصباح ما خليتيهش يمشي للبركاسه ما خليتيهش يمشي يقلب في حاويات الازبال تيلو غير جلس اللي قسم الله يكون ناكلوه جميع يعني هنا اخي بغينا هاد روح التضامن بوحدك ما يمكن دير والو بوحدي ما يمكن لي ندير حتى شي حاجه ولكن بروح التضامن كلنا نديرو كلنا نتعاونو كلنا نديرو يد في يد وما باقيش يمشي يقلب في حاويات الازبال اللي سببت ليه مرض الضيقه يلا خوتي كريم ب 18 الف ريال ولكن راه عنده دار باه جرات عليه خالته اللي تيقول ما عندهاش الحق هو تيقول هذيك الدار ديال باه حنا ما شفناش وثائق ما متاكدينش هنا كيطلب جمعيه المجتمع المدني يساندوه يوقفوا معاه يعطيو حقه هذيك الدار تيقول لك ديال الوالد ديالي ولكن خالتي حسب تصريحات ديالو كما سمعتو تيقول بان خالته كتجي السبت للسبت من الدار البيضاء تيقولوا كتستغل خواتاته اللي مراد يعني اللي عندهم اعاقه
اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كيخرجوا يطلبوا تيجيبوا داك الرزيق من عند المحسنين وتعاونوا المحسنين، وكيقول بان خالته كتستغلهم وكتاخذ هذوك الفلوس. هذا هو علاش جرات عليه وما بقاتوش بغاتو يبقى هنايا. اذا فعلا اخي عصام شكرا لك، لان انت ربطتي بينا الاتصال، قلتي اجي اختي وريه للناس ربما يعاونوه ما باقيش يمشي للبركاسه، ربما يعاونوه يرجع لدارو. فعلا اخي عصام كنعرف لان ما خليتيش، الله يجازيك بخير. شكرا لكل واحد ساهم، كل واحد يعاون، كل واحد يبارطاجي يشوف من حالهم وما نشوفوهمش في الزنقه. هاد الزوجين نحاولوا نقضوهم. اذا اختكم ناديه مره اخرى كتقول لكم شكون يعاونهم، شكون يوقف معاهم. لاحظوا معنا ان دخلنا للدار وما فيهاش كونيكسيون، حاولنا نخرجوا لبرا، علاش؟ فعلا كيعانيو، بغيناهم يوصل الصوت ديالهم، المعاناه ديالهم. كاينين الحمد لله القلوب الرحيمه، كاينين جمعيات المجتمع المدني اللي تجي تطالب ليه بحقه، هو ما عرفش، هو خاف، هو ما قد الصداع، هو يعني عنده حتى يعني واحد الانسان اللي ربما عنده حتى هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، اعاقه ربما ذهنيه، يعني ما قادرش يواجه، ولكن عنده حقه باغيه. شكون يعاونو يسترجعو؟ رقم الهاتف مره اخرى نذكركم به مشاهدينا، 06 79 81 42 36. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.